عزيز مرحبا بك وفرحنا بك برشا ساعة من خرج وفجعتنا عليك وفجعتنا على حقوق التوانسة وفجعتنا على حقوقنا هون في نوات. أول انتباه هرتدي خرجت من المرنقية كاسكيس باسي دون تاتات شنو اللي قاعد يدور في مخك وقت اللي عديت الباب متاع المرنقية نهار الجمعة 23 ماي في الليل؟ صراحة في مخي واجب حق الشهداء أما كواجب وبالحق كيفاش باش نوصفلك؟ خارج فرحان باش نقابل عيلتي وأصحابي بالحق، أما فما حاجة في مخي تضرب وقت. شكون بها؟ الآخرين شكون بها؟ بالحق الاخرين شكون بها؟ خالد توا متعود نعارك في برشا قضايا ومانيش وحدي، وبرشا ناس تعلمت عليهم وبرشا مدارس تاع انسانية عندنا في تونس نعاركوا على ياسر قضايا وكل مرة نلقفوا حاجة وكذا. اما عرفت كي يضربك الوعي كف من 3 سنين من الثورة والفرحة واللي سيف ما حاجة تفوتناهم واللي تعدينا القرن 23 قبل التاريخ وماشيين كمين في شوية إنسانية ماشيين بالقليلة وبلي وكل واحد فينا راه في قلبه كان يقول فيها في 3 سنين اللي فاتوا اللي صحيح التفاف وكذا. أما قدرنا أما فما حاجات ما غاديش يصيروا، أما كمين تربينا الواقع التونسي ضربني بكف مزنزن لتوا. شكون بيهم؟ ولد العكاري جريح ثور اذكر في الطرف في السسمة في الرابر متاع بودربال شارك في الاعتصامات متاع جرحى كل شارك الاعتصام اللي صار في وزارة حقوق الانسان 5 مرة وبجبال الجلوط 5 مرة يلوحوا البوليسية الحبس اللي هو على بين ظفرين تجرح وهو يدافع على مدرسة وهو يحمي في مدرسة في المنشأة عمومية. هذا هي ولد شعب على الاخر. انا وقت اللي نحكي معاه تصدمت بانه الشعب هذا مازالوا فيه ناس مغروس فيهم الوعي بالحق ومازالوا ياكلوا في ضرب خايب. هذا هي 5 مرات ملوح كعبت الشوك تراس بتاعها هنا هكا لحالها في بيت فيه 120 واحد الشوك ضربات لهنا والامعان في امتهانه حبسينه مرة. هذه هو ولده يعدي في الباك حبسين قضية اعتداء على موظف امن حاطينهم زوز زدموا على مركز في جبل الجلود لهنا لهنا الزوز وضربوا 27 عام عون امن الزوز رجل ولده الصغير. شو باش نحكي لك؟ في بوشوشة فما طفل موقف 7 ايام ولا قداش على بطاقة تعريف. شو نحكي لك؟ خارج من مخيش أنا خارج حشم على روحي أصل شعشنا خش عملنا بالحق وين شكون بهم هذوك يعطينا الصحة. فرحت من بعد وانا نشوف اش صار فرحت كريت فما نار وسط الناس الباهين ورجعت شعرت. أما الكلمة اللي تقلت صحيحة برشا راه سيبوت الشعب مش هم. أنا هني سلكت به كيفاش؟ راه تنجم تكون رواية البوليسية صحيحة ما يسالش ولا مشيو فيها ما يسالش نجم يسالي أنا مستهلك ومجرم كبير ولا تحب وسلكت والآخرين لا تلفت لهم سياسي لا تلفت لهم حزب حتى نحن إيش كون فينا سيدي فاق وتذكر اللي الثورات هي تغيير بناء المجتمع واللي المجتمع من الوظائف العادية متاعه العقاب والمراقبة. شكون فينا تفكر اللي لازمنا نثور العقاب والمراقبة كامل؟ شكون فينا فكر في مخطط لإصلاح المنظومة السجنية في تونس؟ شكون فينا فكر اللي يعيب
عيب ناس وأقفاص، عيب عيب تبدل كاتس على بعضها، عيب عيب يدخل واحد باك موساكونت يبدأ يعفص على بعضها بالبرتكا، عيب عيب تبدأ راسك ما تلقاش وين تمدو، تضربك الساق متاع واحد من الغد ما تنجمش تزيد تمس كرامته أكثر على خاطر سيد مرمت، عيب عيب تسرسك طاحتك البول، عيب احنا وين يا أخي ونعيشين؟ راه كل مواطن عرض لهذا، راه راه نو سوم فولاتيل، نو سوم بانيبغ، نو سوم نطق ليبرتي فولاتيل، راهو هكا راهو يقرر عاون في نزوة هو فرستري مسكين نهار كامل هو يشوف الهوكش، فرستري مسكين يعرف الناس كيفاش لازم تمشي، فرستري مسكين يحكيو له على الديمقراطية وهذه العوين كل حكي معايا اللغة هذه، راه يحكيو له على الديمقراطية على في بلاد ما تمشي كان بلاصة مش صحيح، ما نمشوش كان بلاصة احنا ما نجم طال حصان احنا وانا عاركناهم وهو كخليل طلق مظفر من يديه ما غير عصا وهنا زهين مش نصنعوا الأسلحة وباش نحاربوهم واحد واحد وحق ربي الكريم وراس فاطمة أمي ما يدخلوا الحبس فردا فردا ورا بعضهم ما نشتلفين مش نقتلوها معنا احنا نخرج عمل احنا يلقوا الحق بتاع زي أصل والديهم من حقنا راه نكونوا عنيفين بالاخر مفسر كل انسان يستنكر حنا عرفوا اللفظ اللي قاعد يخرج بالله معناها كيف كيف امي نبدا مجبر اني ناس ما عرفناش الساعه ورا بعض واللي امي باها وعليها واللي ذاك استمع فيها مش تحب نطلع شاعر تحب نطلع رومانسي تحب نغني كذا مسيح مش تحب نطلع تحط لي عزايا راسي في الخرام كل جي نهز راسي لكن بالكاف مش تحب نطلع كان بد في قفص معروف قفص راهو تعرف معناها قفص رانا نحكيو على ما خير ما نرجع المرنقية يعني جاي المرنقية نحكيو على بوشوشة بوشوشة باش نفسر بوشوشة سيدي نقطة إيقاف تابع وزارة الداخلية بمعنى لو فرضنا أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته لو فرضنا أقول له ما تشد إلا ما فما حاجة هذه اللغة اللي مسكنينها بوليسية في بقاء الأبيض فرضا ما تشد إلا ما عامل حاجة يا هو يا هو ما هو ما دام مازال في الايقاف ما قداش قدام القاضي سيكو مينيموم 70% بري معناها نورمالمون ريت غرفه الايقاف نورمال الغادي تبدا اللوكس نتاع اللوكس عيب عيب على بعضها صفوف تدعي لربي وقتاش تتعدى الحبس عيب راهو تعرف اش معناها واحد يحل كرشه خارج مصرانته ما تعرفوش معناها ما نعرفوش اش معناها تلهينا في الكلام الباهي تلهينا في الكونفيرونس ويت تلهينا حتى لي كومباني فري اللي متقال كلمه على العباد لا مش برشا شوي لي فري اللي عملناها في 3 سنين فاتوا شوي حقنا عملنا اكثر ما نستاهلوش الشيء اللي صاير فينا راهو راهو توصل من غير ما تحس تو تفايوريز امبريكي تعرفش معناته تفالو غيزة عن بريكاية قيمتك تبدا عندك بريكاية اللي عنده بريكاية عنده قيمة كبيرة راهو عيب راهو ميجيش رانا ما نشهويش راه بلي حتى اللي نقول عليهم نقرب ما هم شهويش انا كي احصل في يدي بوليس وهو بالحقد والغل اللي خارج بيه ما نعملش بيها كاك جم يا اخويا بيه هو واحد كي مش يقرا وضع غير عادي التصرفات كلها غير عادية مش يقول يقول يا سيدي سواء مش نفترض حسن النية عنده سواء مش نفترض سوء النية عنده ونمشي مع هالجمهورين الميزانيين اللي البياض اللي محلاهم اللي يحكوا على امن الجمهوري لازم نساندوه خويا اي امن الجمهوري المزيان التحفون عن حسن النية قاعد يعمل في الاغلاط العيب ما يعرفش سبحان الله ما يعرفش مش بحقه يسب لي يوم ما يعرفش مش بحقه يضربني ما يعرفش اللي مش بحقه ما يطبقش القانون
اللي نحن ننتقدوا فيه بني ظفرين. معناه رب معناه في بالي مش تعدى نحاربوا القوانين، نحاربوا المفاهيم، نتعداو كالمدن الكبيرة معنا كالرجال. بادون 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 سونس ذكورة دون سونس ويما نلقى حتى كقانون المسخ البهيم اش قاعدين يطبقوا فيه. خويا ما يسالش هاي ما في بالهمش ما قروهمش ما يسالش. وكما قالوا العوان الكبار اليوم نفسهم يضرب هذوك ما دفعت ثورة صغيرة يا سيدي ما يسالش. الاقتراح المواطني اللي مقتنعين ولا مش مقتنعين بحسن الآية بتاع سي محمد علي لأمن الجمهورية خويا كل واحد فينا الحاوس بعشر أوراق فيها جملة سهلة أمي ما هيش زينة كي وقف البوليس على كونترول بدي اللي هو قبل ما تجيبه تعطيه الورقة باش يعرف باش يدعوك ليسونس دو كوز باش يعرف اللي أمك ما هيش زينة باش يعرف روحو غلط كي يقولها باش يعرف روحو يكذب. يا أخي نمشي حتى بعضنا هكاك أنا نتفاهم البوليس المسكين اللي واقف نهار كامل يخدم وكم معناها عاشور منك هذا عشرين باهي ما يسالش ندور الدولاب مع بعض. اخواتي يكتبوها لهم في الفلوس ما يحبوا الفلوس تو يتعلموا منها الفلوس. اخويا ما يسالش ما يجراش واحد هيك سيدي سيرفيس اونتر سيتوايان خاطر هو على باس كما في بالوش هو سيدي سيتوايان. وقت اللي احنا ندافعوا على المواطن الكلب هذاك ندافع عليه زاد اش بتحبوا نكون في مخ كان جيب مخي حاجة برك نحب نرجع نشوف أصحابي فماش ما نستهلك الثورة الزق الوحيد اللي كيف هي الثورة غمامة ما زلنا السيسين ما وصلناهاش ما زلنا أحزاب حط التأسيسي باش يأسس اش أسس إذا كان هذا التوبتي ميكانيزم سوسيتال تاع الكونترول والسيرفيونس مش نكتبوا على احنا سيدي هاي في الظاهر في البرتوت الليبراليين كذاب والشيوعيين كذاب والاسلاميين كذاب والسلفيين كذاب في تفسيرهم الوضع السياسي اللي صار في تونس. بعض مشابه عليه الناس الكل عندها انقاع بوليتيك كل واحد جاب اكل جري وحتى الامريكيين كذاب انا لان بالاصل من كلنا كل واحد حب باش يرجع لك الفكرة مزيان انا ملمعة في الكتب الملمعة قال تنجم تخرجها مع الفرنساوي مزيان ونعرف نحكي بكلها تناسب الرواية الأصلية اللي صار في الأصل الشعب هذا اللي ريته يغلي كان يغلي من نفس الشيء اللي صار في الأصل كثاره في وزيتنا 17-18 مش على خاطر ظروف المعيشة مش على خاطر التهميش فقط الاقتصادي مش على خاطر عدم دعم الاستثمار الحر ولا على خاطر تفاوت طبقي نجم نعيشو بيه تفاوت طبقي نجم نعيشو بالاستثمار الحر نهار تحترم عصر الجد والدايه اللي انا انسان واللي انت انسان واحترامك ليه ما احترامي ليك عيب راه شنو صار هو عاود ضرب مواطن بكف وفكر البسكول فلقت المواطن حرق روح الناس كل ثلاث كفوف حست من نار تشعر دونات لو كنت تسمى الطائق ما هوش لعب كي يقولوا رب قريت ويعاود تشعر فلقت ما هوش لعب رب الحق رب الرسمي رب يزود مع المراكز على خط الماين يز اهفت تبدل انقرض انعجد اصلك مش هكاكا بالله كريما نقابة امن الداخلي ولا مدرشنا يعطيكم الصحة على المجال على المجهودات اللي تبذلتوا وسامحوني أصحابي في كعبة هزين القفوف تاع الكعبة البوليسية ما يسألش مش عوادي نعملها ما تنعملها تو نحكي على بوليس أنا قبلت الأمن وخيتي اللي لا هي باهي تفركس عليا وتفركس على الرجال الأحرار لا هي تفركس بيك كيفاش تعطي الحب ويبنيو لك بلاد جديدة تصلح باش بنوس تبدا حلال راك مشيت تولهيت بيه تخرجك العون تنوح في 52 عنده 3 سنين يعس على مركز تنظام المنتالي وشاهد مجد المصري مات من قدام
وشاهدين على يعطي 15 واحد وشاهدين على السيد اللي اطلق النار هو ملوح ما غير قضيه رقم 18-28 هو ملوح ما خو على راسه صحيح هو على حسب ما يحكي كنت عم بفضل على الفضل اللي تعمل بها فما عداله انسانيه تقتضي انه صحيح يستاهل مثل 3 سنين هذا موقفي انا انت نقابت وراك انت خدمت على سي اصلك مش نجي نتلفق على يا زاتله خدمت على سي اصلك مش تقول اضرب الكف يستاهل خدمك تفوه والديك انت مش تخرجك الزوالي هذاك مش تصفق وقت اللي ربح الفلوس وكون المليارات على ظهرك يا كلب يا حيوان يخرج مش المجرم تيويري تخرجوا بالجنة يا كلاب وتقولش عندي في مخي رياض وتقولش عندي في مخي عندي في مخي حاجة فاطمة خالد الأصحاب ما نحبش نتحرك لازم نقعد حي باش نقعدوا حي أقسم بالله العظيم والله هاك 8000 الملوحين يلا ما يروح معزين مكرمين والله لما تمشوا الحبس اما باش نقول لكم حبوسات تاع رجال ميساج نقراو فيكم حسن النيه عندكم وقت تتربوا وتكبروا وتولوا عباد وبشر ميساج طريق دم محلولة ليكم سامحني رياض سمح نعم بوز مش مشكلة لا 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 هبطوا كل ونشد على ايدين اللي ما هبطوش ونحب نحيي كل انسان تغشش كيفاش عزيز سلكها وقلبه على الزوالي ونحب يزيد الشد في قلبه ويسب لي والدي من اول وجديد اما يهبط يدافع ويخرج العبد من حبوسات اكرهون ما يسالش وهبطوا غدوة القصرين على عصام وخالد ميسالش مانيش مشكلة أنا مجرد فرد أهبطوا غدوة العصام وخالد ما تلوحوهمش ما تلوحوش أرواحكم راهي قصة راهي حكاية حياة أو موت راهو إذا كان نحبوا نبنيو بلاد لازم تمشي فيها انتخابات وتكون انتخابات عندها معنى باش نكون أنا السلطة والنجم نناقش دي على الانتخابات راهو لازم كون فما كرامة مينيمال موجودة رانا في بالكم احنا في تونس وين في بالكم احنا مازلنا ما حطيناش ساقينا في التحضير بتاع الإنسانية في بالكم في بالكم اللي عادي كنت تمشي في الشارع سبحان الله سرحان تلقى روحك لا واحد 3.5 سنين كل وار ما زلت اتعديت محل لا شفت محامي لكونتاكتك حد في بالكم اللي ياكل حبر على الورق اللي لازم نبدلوه في حاجات نجم تضمن لكم المينيموم في بالكم ان حق كل واحد فيكم يكون عنده محامي انا تعرفوا باش سلكتها ولا سهله كي جاو يضرب وينتميديو عطيت بدني للضرب وقعدنا نعاود لهم انا المواطن عزيز عمامي من حقي تكلموا بابا من حقي الانتفاع بمحامي وتمقعوا وقالوا ما هوش فيلم مصري وقعدت ساعتين عارك وين جاني المحامي يا اللي ما كنتش فاهمين كيفاش خرجت خرجت في اللحظه اللي جاني فيها محامي في المركز وقتها تم اطلاق سراحي المظاهرات اللي صارت الكل كنت واقف واحد اصحابي واحبابي واسالوهم الكل قولوا لهم عزيز كان معاكم ولا لا يقولوا لكم عزيز كان معاكم على خاطر وقفت على حقي كمواطن كان صناعات وتمرميدات لقيتهم رفضهم ما عيب يصير لي هكا في حياتي عيب يصير لك هكاك عيب الرجال ونساء يصير لها هكاك عيب في كلمة واحدة بقيت كل واحد يقف على حق ما ضاع حق وراءه طارق وقعدت نعمل ثورة